خدام القاعات متحف عبد الرحمن السلاوي في الدار البيضاء كنستقبل ضيفي في هذه الحلقة. هو كاتب شاب من مواليد 1977 في الدار البيضاء، ألف أول رواية ليه هي لانسبكتور دليل كازابلانكا، هي رواية بوليسية عن دار النشر كازا إكسبريس إديسيون، هي أول رواية بوليسية مغربية. ضيفنا إذن هو الكاتب الشاب سفيان شاكوش، مرحبا بك في مجلتنا، مجلة دوزيام ماغ. شكرا. العنوان ديال روايتك هو لانسبكتور دليل كازابلانكا، هي رواية بوليسية جات من بعد قصة قصيرة لو تخوازيام اوي، هي كذلك قصة بوليسية. شنو اللي جلبك في هذا الجنس الأدبي؟ اللي جلبني هو مني كنت صغير وانا كنقرا هاد رومو بوليسي من كانت عندي 6 سنين 7 سنين، ولكن كان عندي مشكل مع واحد القضية، هي الوقت كنت كنقرا كونال دويل، كنقرا الاس اي اس ديال دو فيدي، كان عندي واحد المشكل مع لو فات كانوا ماشي ايريال، كنعرف بانها ماشي قصه ايريال. انا اللي بغيت وكنت كنقول ديما غادي نكتب واحد الروايه بوليسيه وغادي نعطي فيها واحد الهيكل، واحد لوساتور حقيقي تابع للحقيقه، باش القارئ اللي كيقرا تجي بحال روايه حقيقيه وكيتعرف بها في لي بيرسوناج في لي ديو، وهادشي اللي جعلني نكتب روايه بوليسيه. تكلمتي على كونان دويل وكنعرفوا الشخصيه المعروفه ديالو شارلوك هولمز، وذكرتيها يعني في واحده من الصفحات ديال الروايه ديالك. شكون هما المؤلفين الاخرين يعني اللي تاثرتي بهم؟ صراحه ما كان الانسبيراسيون، الا كان دراس براسو خا ما كيعجبنيش هذا لو تيرم هذا، الانسبيراسيون ديالي كانت من الزنقه، من الواقع. ما كان تاثرش بزاف بالكتاب الاخرين، كان تاثر بالسريع بالواقع. بالنسبه ليا كل مواطن، كل شخص راه كاتب، كل شخص عنده شي استوار ما يعود، عنده كتبقى لا ديفيرونس غير في لو ستيل ديكريتور. عندي دي زوتور بحال غاستون ليرو كنقرا ليه بزاف، جار دو فيدي لي اس اي اس كنت كنقراهم بزاف، ولا سو جور دو شوز، ولكن وما كنقراش غير القصص البوليسيه، كنقرا اوسي ديريرمون، كنقرا دابا سيلين جون فيرديناند سيلين، كنقرا امين معلوف، كنقرا بزاف ديال لي جونغ، بزاف ديال لي جونغ مختلف يعني لهذا الجنس الادبي المغربي، هذا الجنس، ولكن هو اللي كيأثرني بزاف. علاش؟ باسكو فيه الحكايه ما كتكونش ثقيله، كتكون ريتمي بزاف ديال الدي او. دابا كي كنقول فاش كنكون كنكتب كتاب كناخذ البدايه والنهايه، اون فوا عندي البدايه والنهايه ما كنبدلهمش، ولكن تو سكي بيناتهم سي اون كورب، وهذيك هي لو ريتم كاردياك ديال القارئ ديال لو ليكتور، هكا كناخذها انا الحكايه. تكلمتي على الدار البيضاء، وانا كنعتبر يعني كنظن هي وحده من شخصيات الروايه، كتقول عليها في الصفحه 21: لا سيتي بلانش ايت ان رياليتي غريز، لو جور بار لا بوليسيون، لا نوي بار لو فيس. علاش يعني هاد المواصفات هذه؟ واش كتشوف بان يعني الدار البيضاء عندها مواصفات باش تكون يعني كمسرح لروايه بوليسيه؟ الدار البيضاء واحد ان ريزيرفوار انيبويزابل لي زيدي بالنسبه للكاتب، وفي الكتاب ديالي الدار البيضاء كتولي شخصيه، كتولي شخص، كتولي ان بيرسوناج، جون بارل كوم سي سيتي ان بيرسوناج اون فات، جو لا بيرسونيفي كيلك بار. الشابيتر كولور كيهضر على كازابلانكا، سميتو لو ليو. كنقول غريز باسكو كلشي عارف ان كازابلانكا راه فيها لا بوليسيون بزاف، تخرج غير المدينه كتحس براسك هي ان غروس بوليسيون، ما كاينش اون ايتود معلاتي، ولكن هذا واقع. كنقول لي غريز لا نوي بار لو فيس، كخوا سكو جو دي اي سوفي دو سبالادي في لي رو دو كازا بالليل، وكنقولوا او حنا فين، واش شي بلاد اوروبي، واش فوالا. دونك سي بور سا كنقول لو فيس لا نوي، ولكن كاين شي حوايج زوينين على كازا كان في هذاك لو شابيتر حتى هو. عنوان الروايه هو لانسبكتور دليل كازابلانكا، شكون هو هذا لانسبكتور دليل؟ الانسبكتور دليل كوم سون نديك هو انسبكتور دو بوليس، وقريب قريب لا روتريت، على شعرو شايب، وبالنسبه للشخصيه ديالو هو شويه حمق ولكن ذكي، هذاك الانتليجونس فول،
on va dire, في الخدمه ديالو. لا فولي ديالو سي اون فولي انتيليجونت. سي كيلكان اللي عايش في طنجه ماشي في الدار البيضاء، ولكن حيت الحب الثاني ديالي في المدينه في المغرب هو طنجه. وعيطوا ليه لواحد بوغ واحد لونكيت ديال واحد لو تيور اون سيري في الدار البيضاء. فوالا ويمين لونكيت، وهاد لونكيت هادي فيها سي داكتواليتي. بغيت ندخل فيه بزاف لو برانتون غاب، بغيت ندخل فيه لي موان ديال لا بوليس سيونتيفيك، لا سيبر اونكيت. دونك فوالا وي سو تروف ان بو بيردو هو بارابور سا، باسكو عنده 50 عام، كان قريب لا روتريت، كانت لا ديرنيغ اونكيت ديالو، وعيطوا ليه باسكو يفي دو بون بولو. هذا هو البيرسوناج ديال دليل. وعنده كاين واحد البيرسوناج اخر الا لاحظتوا في الداخل ديال البيرسوناج دليل، سميتو لا بتيت فوا، هي اللي كتهضر معاه، هي اللي كتحلل معاه المواقف اللي كيشوف، لي ديتاي، لي زانديس، فوالا. بالنسبه للاسلوب ديالك سفيان، يعني سهل سلس فلويد، لي شابيتر قصار، يعني كيتقراو يعني بطريقه سهله دون تريت، يعني نقدروا نقراوه في مره واحده. كلمنا على الاسلوب ديالك في الكتابه. الاسلوب ديالي انا الى شتي مزيان، راه كاين بزاف ديال لي جو دو مو، بزاف ديال لي ديكود سكري، بزاف. لو بوت ديالي في الاول هو ان القارئ ما يقراش الكتاب ثلاثه اربعه الصفحات الاولين ويحطو ويقول تال من بعد. الستيل ديالي بغيت كي كيقول ايمينغوي، كيقول لك الكاتب اللي كيكتب مزيان هو اللي كيكتب كيف كيهضروا الناس. انا هذا هو ما جو نو كوبي با ايمينغوي، سي با دو تو ميم ستيل، ولكن كنبغي باش القارئ يبقى ديما ما يلاش با لو ليفغ ويفهم كل شيء. ما كيعجبنيش ندير دي تيرم كومبليكي الوغ كو جو بو، حيت ساهله سوغ انترنيت يا تو، مي ما كيعجبنيش ندير هاد جي ستيل اللي يفهمو كل شيء، فلويد تري فلويد، واللي كاع يقدر يقراه. ما كنصحش الدراري الصغار يقراوه، ولكن كلشي يقدر يقراه، يقدر يقرا هاد الستيل هذا. فوالا هذا هو لو ستيل ديالي. اي سابلي، انا عندي لي كريتيك بارابور ا مون ستيل، سابلي بوكو لحد الان الحمد لله. يمكن اخر سؤال سفيان، واش خدام على شي روايه جديده؟ واش نقدروا نشوفوا يعني مستقبلا لا سويت، الجزء الثاني ديال مغامرات الانسبكتور دليل؟ كنت خدام على واحد لو رومون، وهذه سي بتات اون اكسكلوزيفيتي بور فوتر ايميسيون، رومون كي سابيل زهره، qui n'a rien à voir avec le milieu du polar. Quand je me dis tout, قبل من l'inspecteur Dalil. Mais l'inspecteur Dalil, parce que le troisième œil est d'art sur la nouvelle, le personnage, j'ai mis avec la nouvelle. عندي زهرة راني خدام فيها، ما كنتش دو تو كنسحبني عادي يلقى الاقبال هذا الكتاب. دونك دابا كاع بزاف ديال لي لكتور كيقول لي فوقاش تخرج لا دوزيام اونكيت ديال الانسبكتور دليل. دونك دوكو قلت راه غادي خاصني نبدا نوتر افونتور، والصراحه دابا ما عرفتش فين نصيفطو الانسبكتور دليل، مازال ما عرفتو. اللي نقدر نقول لكم هو غادي 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 يمشي لواحد الدوله عربيه، هادشي نقدر نقول لكم لهاد الساعه. ما يوغا سيغمون ان دوزيام اونكيت دو الانسبكتور دليل. على اي حال شوقتينا باش نكتشفوا بقيه مغامرات الانسبكتور دليل في الدار البيضاء. قبل ما نسالي وكنقترح عليك وعلى المشاهدين هاد لو بو ليفغ حول مدينه الداخله بعنوان لا بي دو الداخله ايتينيرونس انشانتي انتر مير اي ديزير عن دار النشر ملكه اديسيون. الكتاب فيه مجموعه رائعه من الصور حول مدينه الداخله في الصحراء المغربيه، صور لسيسيل تريال وجون ميشيل رويز، ونصوص لليلى سليماني. كادو. شكرا. ساتون بيان باسكو مدينه الداخله كتعجبني بزاف، مشيت لها بزاف المرات، وعندي واحد النصيحه للناس اللي كيتفرجوا فينا، الا مشيتوا للداخله عافاكم سيروا، ما تمشوش في الطياره، سيروا في الطريق، حيت كاين مناظر خلابه من ما مشيتوا حتى للداخله، هي دي بيزاج مي مانيفيك. مدينة رائعة، مدينة جميلة جدا. شكرا سفيان، شكرا لكم، مسيرة موفقة. ميرسي.